نص النهاردة بنحلم لبكرة. اهلا بحضراتكم لسه على الهواء في مصر النهارده، ولسه الاجواء الانتخابيه هي المسيطره، اعتقد مش علينا بس، على معظم برامج التوك شو والبرامج الحواريه. وعايز اقول لحضراتكم حاجتين مهمين قبل ما نتطرق الى محاور هذا الحوار. اولا، فكره الزخم اللي بيحصل قبل العمليه الانتخابيه، في بعض الناس بتقول بيبقى كتير، في بعض الناس بيقول ليه البرامج بتبقى مكثفه جدا على العمليه الانتخابيه كده، وليه كل البرامج بتتكلم على الانتخابات. هو له علاقه الحقيقه بالثقافه، له علاقة بالإحساس بأن الانتخابات اللي جاية دي مش مجرد انتخابات لبرلمان، هي انتخابات لتحسم مصير بلد في الفترة القادمة، وده إيمان بأن البرلمان له أهمية، وأعضاء البرلمان والنواب اللي هيحصلوا على كراسي داخل البرلمان هم تقريبا هم النخبة اللي بيختاروا من الشعب المصري عشان يحددوا مصيره على مدار 5 سنوات، سواء رقابيا أو تشريعيا أو حسابيا وفي كثير من المجالات الأخرى، وحتى مجالات الخدمات الخاصة للدوائر هي مهمة لكثير من الناخبين والمواطنين. النقطة الثانية هي نقطة السلوكيات اللي بتبقى في أزهى حالتها خلال الأسبوع الأخير قبل إجراء العملية الانتخابية. أنتوا عارفين الانتخابات إن شاء الله الأسبوع الجاي زي النهاردة يوم الأحد 28، وزي ما أنا قلت في المقدمة يمكن أنا مش هبقى موضوعي قوي لأن في النهاية كل ما هو قانوني إحنا معاه، لكن فكرة أن يتم التستر وراء عباءة، يتم التستر وراء شعارات، يتم التستر وراء بعض التحايلات من أجل الوصول إلى الكرسي، أعتقد أنه ليس في صالح العمل الديمقراطي ولا العملية الانتخابية ولا مستقبل هذا الوطن. اللهم بلغت اللهم فاشهد. ازيك يا أستاذ صلاح؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله، نورنا. كل سنه وانت طيب، وانت بالصحه والسلام. استاذ حمدي رزق الكاتب الصحفي المعروف، اهلا بيك يا استاذ حمدي. كل سنه وانت طيب. بس انا عندي ملحوظه. اتفضل. استاذ صلاح المفروض يبقى هنا وانا هنا. اشمعنى؟ استاذ صلاح تاريخه يساري يا راجل. لا لا لا، ما تقلقش، هو دلوقتي على يسار المشاهدين. ايوه احنا مش هو على يسار المشاهدين. طيب خلينا نبدا بيسار المشاهدين. استاذ صلاح حضرتك متابع يمكن طبعا اكتر مننا الاجواء العمليه الانتخابيه والسلوكيات، وكثير جدا من الظواهر الحقيقه اللي الناس محتاجه انها تقف عندها وتحط بعض النقاط فوق الحروف. اولا، زاد الكلام عن فكره الشعارات الدينيه واستخدام الشعار اللي استخدمت مرشحين الجماعه المحظوره او جماعه غير الشرعيه او جماعه الاخوان على حسب ما يكثر الحديث عنهم في الصحافه، بفكره الاسلام هو الحل، واللجنه العليا للانتخابات والمحكمه الاداريه العليا قالت ان دي انتخابات سياسيه ابعدوا الدين. الإصرار على استخدام الشعارات السياسية من وجهة نظرك ده له هدف سياسي ولا الشعارات الدينية أصلا؟ الشعارات الدينية لا، له هدف سياسي ولا؟ هو طبعا أنا أعتقد يعني أنه أخواننا في جماعة الإخوان المسلمين بيخطئوا حين يجعلوا المعركة هي معركة هذا الشعار، يعني هي بالرغم لأنه طبعا هناك فارق بين 2005 و2010 فيما يتعلق باستخدام الشعار، لأنه في 2005 النص بحظر الشعارات الدينية كان موجود في قانون الأحزاب. صحيح. وحين ذهب إلى بعض إلى محكمة القضاء الإداري في ذلك الحين استند الدفاع إلى أنه إلى المادة الثانية في الدستور. فالمحكمة أصدرت آنذاك حكما بأنه الشعار في هذا السياق يبقى يعني لا عوار عليه. ما بين 2005 و2010 تغيرت القانون. أولا أدخل تعديل دستوري على المادة 5 من الدستور بيتكلم عن ان بيحظر ممارسة اي نشاط سياسي، اي نشاط سياسي على اساس ديني او عرقي او فئوي او فئوي الى وهذه المادة هذه الفقرة في المادة 5 من الدستور تم تطبيقها بعد ذلك في قانون ممارسة الحقوق السياسية، ففي حظر لاستخدام الشعارات الدينية. وراء ذلك فكرة اساسية ان احنا قدام انتخابات سياسية، يعني حتى الاخوان المسلمين داخلين ببرنامج ما يختلفش عن برنامج الحزب الناصري ولا حزب التجمع ولا الحزب الوطني ولا الحزب الوفد، حلول لمشكله البطاله، حلول لمشكله المرور، حلول لمشكله الرقعه الزراعيه، هذه امور لا تختلف فيها الدين الاسلامي مع الدين المسيحي، دي امور دنيويه محضه، احنا بنتكلم بنختلف او بنتنافس في هذه الانتخابات على حلول واقعيه دنيويه لمشاكل دنيويه، وبالتالي ده جانب من الموضوع. الجانب الثاني في الاخر ان انا لما بستخدم شعار كان الله يمسيه بالخير ويديه الصحه استاذ خالد محي الدين بيقول لك واحد داخل ضد الانتخابات بيقول الاسلام دستورنا والرسول زعيمنا والموت في سبيل الله احلى امانينا، انا اقدر اقول له ايه؟ ما اقولوش حاجه يعني. وانا بروي دائما هذه الواقعه المتعلقه
مصطفى النحاس لما راح له احمد حسين واخد له شعار جماعه مصر الفتاه، الشعار الله الوطن الملك. قال له ايه ده يا احمد افندي؟ قال له ده شعار الجماعه بتاعتنا يا معالي دوله الباشا. قال له انت عايز تقول ان ربنا بتاعك انا بتاعك انت اكتر منه بتاعي؟ انه ده ربك انت لوحدك مش ربي؟ ان الوطن ده بتاعك انت لوحدك مش بتاعي؟ انه الملك، وطبعا مصر كانت ملكيه دستوريه وده رمز الدوله، ان الملك ده ملكك انت بس يا احمد افندي، مش ملك انا ومش ملك كل المصريين. هذه الامور الثلاثه خارج اي برنامج سياسي لانها ملك للمصريين جميعا. وبالتالي احنا بنتكلم على هذا الشعار، موضوع الاسلام هو الحل. ده كان اخواننا وجماعه الاخوان المسلمين يريدون ان يقول نحن وحدنا المسلمون. ليه؟ ما احنا كلنا كل المسلمين مسلمين. طيب الاسلام هو الحل، طب وجماعه المسيحيين اللي من عندنا دول اللي هم مش مسلمين يبقى ايه؟ ما عندناش حلول عشانهم يعني هي هنا المشكله الاساسيه في استخدام مثل هذا الشعار. زائد الجانب الاخر في الموضوع، انا حتى لسه كنت بسمع احد الدعاة الشباب كان بيقول كلام جميل جدا، كان بيقول انا لما انزل في الانتخابات واقول الاسلام هو الحل واخد 20,000 صوت مثلا وواحد قصاد ياخد 50,000 صوت، يعني معناه ان في 50,000 واحد ضد الاسلام كده. انا واسيل الاسلام، ايه اللي خلي الاسلام يخش في موضوع احنا بننتخب الاسلام؟ احنا ما بننتخبش الاسلام، لا نتنافس على الله عز وجل ولا على الاسلام، هذا موضوع خارج نطاق. ولذلك انا مندهش جدا من ان اخواننا في جماعه الاخوان المسلمين حملوا هذه المسألة معركتهم الأساسية. وجزء كبير جدا من الناس اللي بيتم اعتقالهم هم ما فيش اعتقالات الحقيقة، يعني هي أوامر من النيابة، بيتم القبض عليهم، ده القبض عليهم بأوامر من النيابة، وبعدين النيابة بطريقة الباب الدوار يعني بياخدوا 50 واحد يطلعوا تاني يوم منهم 40 وبعد يومين يطلعوا 10 الباقيين وبعدين يرجعوا يمسكوهم تاني. الحوادث اللي احنا عارفينها دي كلها سببها إشكالية إصرار جماعة الإخوان المسلمين على أن تتحدى القانون فيما يتعلق برفع هذا الشعار. وأنا في تقدير أنه هو لا حيودي ولا حيجيب، بل ربما قد يشكل إحراجا للإخوان المسلمين، لأنه هم كم لهم 88 ناخب موجودين في البرلمان بقالهم 5 سنين وبرضو دخلوا تحت شعار الإسلام هو الحل. 88 نائب دخلوا للبرلمان سنة 2005 وقعدوا 5 سنين، لابد الناخب هيحط يقعدوا على خده، هم عملوا إيه للإسلام خلال 5 سنين ده؟ طيب ده سؤال محترم. استاذ حمدي انا عايز ارجع معاك لفكره المرجعيه اساسا بتاعت الجماعه. هو هل الجماعه الاخوان المسلمين لها الحق ان تدخل الانتخابات؟ في حاجه اسمها جماعه الاخوان المسلمين تدخل الانتخابات؟ في مرشح اسمه مرشح الاخوان المسلمين؟ اللقب ده موجود؟ لا مش موجود طبعا، بس يعني دايما بنتكلم عن الممارسه النظريه والممارسه الفعليه. تمام. على مستوى الممارسه الفعليه الناس دي بتستمرئ اختراق القانون، وتستمرئ التجاوز مع الدستور، وتستمرئ كل الأدبيات المتعلقة بالعملية السياسية. وفي الجانب الآخر أنت لا تقف موقف حاسم. أما يقول لك النهاردة قال الأخيار وكلمتنا الإسلام هو الحل وقائمة كاملة بمرشح الإخوان بالمحافظات بالرموز بي بي بي. طب ده بعمله وسمى إيه ده؟ أنا سميه ده مرشح مين ده؟ وترجع تقول لي مرشح مستقل؟ يعني كلام كده كلام زي السود زي ما بيقولوا يعني. عايم. كلام عايم، انت عايز تطبق قانون مش تطبق قانون. بجد بقى. انت عايز تتكلم بجد ولا مش تتكلم مش بجد؟ تمام. اللي حاصل انه مش بجد. احنا مع الناس دي مش بجد. انا ما بقولش لا اعتقل ولا انا بطبق قانون وطبق الدستور. وفي القانون اصلاح لكل معوج. وفي الدستور دستور. الدستور هو ضابط ايقاع الحياه السياسيه المصريه. تمام. وبالتالي لو انا طبقت القانون والدستور بحرفيه القانون والدستور ماشي هجد هذه المشكله حلت تماما. يعني ايه حضرتك بتقوله؟ هو سؤال المواطن العادي البسيط في الشارع بيقوله، اللي ما يعرفش حاجه ما بيقولش ما يعرفش الف ب حتى، بيقولوا هو انتوا مش بتقولوا ان القانون المصري بيقول ان هذه جماعه محظوره غير شرعيه خارجه عن القانون؟ فجواب يتقال اه. طيب ازاي تسمح لهم ان هم يترشحوا تحت هذا المسمى ويتعلق اليافطة كده مرشح الاخوان عن دايرة الكذا محافظة الكذا فلان الفلاني؟ يبقى انتوا كده هم السنة دي بقى ابتدعوا اساليبا وابتدعوا اختراعاتا. هو يكتب كده ايه معا للاصلاح وجنبها على يافطة تانية ما فيهاش اسم المرشح الاسلام والحل على اعتبار اليافطة ديت ملهاش علاقة بيها بالاحالة. يعمل سهم
انت عارف ايه فاهمني؟ خش كده خش كده. طبعا ده كلام كله يعني السؤال البسيط، انتوا عايزين ايه من البرلمان؟ انتوا قررتوا الدخول طب ما تخشوا على اساس اللعبه، ما نلعب نفس اللعبه. انت عندك برنامج وزي ما الاستاذ صلاح اتكلم عن برنامج الاخوان، هو في برنامج للعلن لتسديد الخانات، وفي برنامج استشهاد وغزوات وتولي يوم الزحف من الناحيه الثانيه، هو في ايه بالظبط؟ هو بتحشدوا الناس على ايه؟ هو انتوا بتضحوا بالشباب دول ليه؟ هو انتوا بتشحنوهم ليه؟ هو انتوا داخلين معركه؟ هو في ايه؟ انا نفسي اعرف في ايه. هو انت لما كان عندك 88 رفعت رايه الاسلام داخل البرلمان؟ مش فاهم انا اللي بيحصل ده، يعني انا مش فاهم. انت النهارده بتحشد اطباء مهندسين محامين وزي الورد زي الورد. طب انت بتحشدهم على ايه؟ على انت بتحفزهم على الامن ليه؟ هو لما الامن يخبط فيه ولا هم يخبطوا في الامن وتسيل دماء مثلا، هو مش الامن ده مين؟ انا السؤال هو امن ده جايبينه مستورد؟ مش ده اخوك واخويا وابوك وابويا وابنك وابني؟ طبعا. قال هو مش في بعض يعني مش الاسر دي كلها اللي هي عايشه حاله الانتخابات المريبه ولا المستريبه اللي موجوده ديت، مش دي ولادها في الجهاز الامني اللي هو بيشتبك مع الاخوان، الدكتور يشترك بيشتبك مع الضابط، والضابط يكون ابن عمه وابن خاله وقريبه؟ قال هو الشباب اللي زي الورد ده اللي قاعد يعتقل وما يعتقلش، انتوا بتاهلوهم لايه؟ يعني انتوا عايزينهم ارباب معتقلات وارباب سجون؟ انا افهم ان الناس تتكلم تحشدهم لكلمات سواء، احنا امام اختبار سياسي بمعنى اخر تمرين سياسي، تمرين سياسي بيقوم على التعدديه، ما نمارسه باساليب التمرين. ما انت ممكن ظهرك يطقطق وممكن عضلاتك تتكسر لو انت مارست بطريقه مختلفه وبطريقه غير شرعيه وطريقه لم تاتي في الكتاب. التمرين السياسي ما هي بقى لم تاتي في الكتاب دي، انا عايز انتقل بالحديث ليها، بس خلونا نروح لفاصل وارجع اقول هل احنا امام جماعة دينية دعوية ولا جماعة سياسية تلتحف بالدين؟ ما انا مش هقدر اقول تلتحف بالدين، لان بيلتحف بالدين يبقى ماشي على امارة الدين تتقنع هي. طب ارجع بس بدل ما تسجنونا بنروح الفصل.